بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الجمعة المصادف 22 من شهر أيلول 2023. طبعا هذا هو الأسبوع الثالث الذي مضى منذ أن قمنا بنقل النباتات إلى نظام الزراعة المائية بنظام الأنابيب فوق سطح المنزل. طبعا الحمد لله ما شاء الله، طبعا أطوال النباتات وصلت إلى حد وجب معه تسليقها جميعا، فقمنا بعملية التسليك وربها. بالنسبة لنبات خيار القثاء وكذلك الرقي الأصفر، وكذلك القرع، طبعا أصغر نبات لحد الآن لم نقم بتسليقه لحد الآن، بقي أصبح من الصعب أنه نرى جذوره. ما شاء الله، يعني أصبح من بالنسبة إلى الطماطم الـF1 أيضا والطماطم البلحية، يعني طول النبات أصبح ما شاء الله، يعني أيضا صحة النبات بصورة عامة. لدينا هنا نبات الشبنت، الكرفس أيضا، الكرفس قريبا يعني قد نقوم بحشه لغرض تنشيطه والدفعه إلى سرعة النمو. المعدنوس يعني ملاحظ الفرق بالنمو، ملاحظ بين مدة أسبوع. الفيديو السابق كان في الجمعة الماضية، أيضا النعناع بدأ، أيضا لدينا هنا الريحان
الطماطم الكمثرية أيضا. كذلك الطماطم الكرزية ما شاء الله، يعني الحمد لله. التسليق مهم وضروري للنبات، إسنادة تدفع به إلى سرعة النمو. هنا الكراث، أيضا الفجل، الملوخية. طبعا الملوخية نبات جميل ولونه زاهي وشكله لطيف، يعني بغض النظر عن انه غذائي او فائدته الصحية، هو مجرد شكله هو يكفي كزينة ايضا. والحمد لله يعني سرعة في نمو أنشط من بقية أنواع الخضروات، وأيضا انبات بذوره كان أسرع. الرشاد والبربين والحلبة أيضا. والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.